ده محمد زجرانة، لاعب اسك الايفواري المرشح للانتقال للاهلي بعد ما كان مرشح للانتقال لبيراميدز. هقول لك الموضوع كله وهقول لك المزايا والعيوب، لان هو عنده كام عيب مش مريحني، بس انت خليك معايا. انا معاك يا معلم. محمد زجرانة لعيب من كوت ديفوار وعمره 21 سنه، وغالبا هيتم قيده كلاعب تحت السن، ولو مش هينفع عشان سنه فممكن نمشيه عشان جسمه. اقلع وريهم العار. ايه الجسم ده يا محمد زجرانة؟ مركزه الاساسي نص ملعب رقم 6، واحيانا بيلعب رقم 8، وستايله في اللعب بيشبه شويه لبلاتي توري لاعب بيراميدز، بيستخلص الكوره بشكل كويس جدا وبيتمركز في نص الملعب بشكل ممتاز. واهم مزايا ان هو بيعمل سكان او بيرفع عينه وبيشوف الملعب بشكل كويس من قبل الكوره ما تجيله. عايزك تشوف هنا ازاي بيرفع عينه حوالي مرتين او ثلاثه من قبل الكوره ما توصل له، وهنا برضو نفس الكلام، عايزك تشوف ازاي قبل الكرة ما توصله بيبص يمين وشمال اكتر من مرة، بحيث اول لما تجيله يكون مقرر هيعمل ايه. على سبيل المثال برضو هنا شوف مكمل لفين، وشوف ازاي والكرة رايحاله عمال يبص حواليه. من مزايا محمد زجرانة كمان ان هو دايما بيفضل انه يلعب لقدام اكتر من اي حلول تانية. يعني هنا هو معاه 3 اختيارات، ادي واحد وادي التاني وادي التالت، هو اختار انه يلعب لقدام، وبعدها اختار انه يعمل تكملة، ولما جات له ما فكرش مثلا ان هو يقف او يباصي لاقرب واحد، هو برضه مكمل لغايه ال 18. من الاخر، بالرغم من ان هو بيلعب رقم 6 يعني ديفندر مدافع، الا ان الشيء الملحوظ جدا انه دايما بيروح الكره توصل له يلعب لقدام ويكمل بيها. فدي حاجه من اتنين، يا اما هو جامد ودي تعليمات مدرب او بالاتفاق مع المدرب، يا اما هو بيلعب لعب عشوائي وبيتحرك لقدام من غير ما يحس وبيلعب لعب ناشئين. زجرانة من مزايا كمان ان هو بيجيد التعامل مع الكرات العالية بشكل مميز جدا، وكأرقام الموسم الحالي لعب 9 ماتشات، صنع هدفين وما سجلش اي هدف، بيلعب مع اسك موزة فريق جيد ومتصدر دوري ساحل العاج. اما بقى العيوب، اول حاجة التسديد ضعيف شويتين عنده، ومحتاج ان هو يشتغل عليه بشكل اكبر من كده ويطور شوية الناحية دي ويشتغل عليها. والنقطة التانية ان هو المنافسات اللي بيشارك فيها مش بالقوة الكبيرة وضعيفة شوية، وبالتالي احتمال هناك تلاقيه ميسي ولما يجي هنا يقلب بطة بلدي. محمد زجرانة سعره مش غالي، بنتكلم في حوالي 250,000 او 300,000 او اقل من 500,000 يورو، وفي شهر 9 اللي فات كان قريب من انه ينتقل لنادي بيراميدز، ولكن وقتها فضلوا ان هم يتعاقدوا مع دونجا اللي كان وقتها جاي لهم من الاسماعيلي فري، وحاليا زجرانة اصبح قريب جدا من الانضمام للاهلي، والدنيا في كوت ديفوار الصحافة والمواقف والميديا مقلوبة على الصفقة، وعمالين كل شوية يعملوا تحديث، ومعنى كلامهم ان كولر مقتنع بمحمد زجرانة بشكل كبير، وان هو اتفرج له على 10 ماتشات كاملة وشايفه انه ممكن يكون بديل كويس جدا لأليو ديانج اللي رحيله اصبح مسألة وقت. دي كده كانت نبذة سريعة عن محمد زجرانة، اللاعب اللي فيه كلام ان هو جاي الاهلي من قبل الصحافة والميديا في كوت ديفوار. اتمنى اعرف رأيك، وهل حاسس ان الصفقة دي ممكن تبقى صفقة مميزة، ولا شايفه لعيب تعبان وصفقة فاشلة؟ وما تنساش كمان تعمل لايك وشير، واشوفك في فيديو جديد.